إسرائيل لا تشن حرب جديدة على الشعب الفلسطيني، هذه حلقة في سلسلة من الحروب والاعتداءات المستمرة منذ ما قبل العام 48، والشعب الفلسطيني بيتعرض إلى مذابح وإلى مجازر. ربما ما يميز هذا العدوان أو هذه الحرب أن هناك بسالة وصمود فلسطيني أسطوري غير مسبوق على الإطلاق في تاريخ الصراع، على الإطلاق غير مسبوق. ربما ما يميز هو ما يميز هذه الحرب، لكن إسرائيل تستهدف الفلسطيني. أنا أذكر فقط بالفتوى التي كان دائما حاخامات إسرائيل يطلقونها ويقولون يعني عليكم، يخاطبون جيشهم وجنودهم بأن عليكم أن تعجنوا الخبز الذي يأكله اليهود بدماء الأطفال العرب والفلسطينيين.